الحديث عن لقطة في نهاية المباراة كانت مطالبة بركلة جزاء في الدقيقة الثانية. احنا ما نبكيوش دائما ما نحكيوش ما نحبش نحكي كثير انا لما الحكم والفار ما تدخلش، لكن حبينا نشوف اللقطة هذه هل فيها ضربة جزاء ام لا. بوكيا الدخول نتاعه ممكن كان معاه اساس، ممكن لو بقى اساس شوفوا ممكن المدافع لمس الكرة قبل ما ومن بعد رجل، شوفوا واخذ الكرة لعب الكرة ومن بعد لعب بالرجل، مانيش عارف انا مانيش حكم. حبينا لك احنا ما نبكيوش على كما نقولوا على الاطلال، احنا نعطيو الحكم والفار هو معناتها عنده الكلمه الاولى والاخيره، هل هي ضربه جزاء ام لا، ممكن في حالات تعطى وممكن في حالات لا. يوسف ركله جزاء ام لا؟ المس شويه الكره محل لو مش في الزياده اللي صعبه. خذ الكره اول، المس شويه الكره، المس لعب الكره وبعد رجل لو مسها يمكن وهي حتى احتسبت ضربه مرمى مش ضربه جزاء. لو ما لمسهاش لا طبعا ما فيهاش حاجه، طبعا لمس الكوره والكوره خبطت في رجل المهاجم وطلعت ضربه مرمى، فانما لو ما كانش لمس الكوره كريم كانت ممكن يبقى فيها شك. يعني ذكر كابتن طارق ذكر مميش قدم بطولة كبيرة، هذا هدف جاء بعد الصمود استمر 826 دقيقة من الشباك النظيفة لفريق الترجي. صحيح، وشاهدناه منذ بداية دوري المجموعات محمد كان مميز، دائما عندما تريد الذهاب بعيدا في مثل البطولات تحتاج إلى حارس مرمى قوي وإلى دفاع قوي إلى منظومة دفاعية قوية. اللي نجح فيها صار الترجي بوصوله للنهائي وفي العديد من المباريات، خصوصا مباريات مهمة، مباريات حساسة خصوصا في دور الربع النهائي ونصف النهائي.